فما توا فرق قاعدين تنشط، قاعدين تزرع في الأعضاء، في الكلى فما 6 فرق، في الكبد فما فريق، في القلب فما فريق، في الرئة فما فريق، لكن عنده معناتها مشكلته الكبيرة هي نقص الأعضاء اللي باش يزرعوهم، والنقص هذا ناتج من برشا حاجات، وأهمها هي اللي لازم نعود نرجع الثقة ما بين الأطباء والفرق الاستشفائية والمواطن، ومن نجم نرجع الثقة كان وقت لي المواطن واللي عنده المعلومة الصحيحة فيما يخص العمليات هذه وفيما يخص الاحتجاجات مثلا اللي صايرة الكل في الميدان هذا. اليوم إعلامي بعنوان الإعلام والاتصال في خدمة تفعيل ثقافة التبرع بالأعضاء، هو عبارة عن فكرة مشروع لإتمام رسالة الماجستير الاتصال الصحي، وأنا طالبة في معهد صحافة في ماجستير الاتصال الصحي سنة ثانية. اليوم الإعلامي هذا كما ذكرت أنه كان عبارة عن فكرة مشروع صار أكيد تكثفت الجهود من واللمسات باش يقوم المشروع هذايا وباش تكون التظاهرة هذايا موجودة، وأنا أصريت باش تكون في معهد الصحافة علوم الأخبار بحكم أنه معهد الصحافة هو المعهد هو الدار الأم. قضية التبرع بالأعضاء البشرية هذه قضية يعني يؤيدها الإسلام، لأن الإسلام هو دين حياة، والإسلام هو دين يعني جاء لبعث الأمل في الناس. يقول المولى عز وجل في الآية 32 من سورة المائدة: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن بين الصدقات الجارية التي وجب على فقهاء اليوم إدراجها ضمن الصدقات الجارية التبرع بالأعضاء، لأن فيها إنقاذ نفس بشرية محكومة بالإعدام مع تأجيل التنفيذ، فهي يعني أحاط بها الموت من كل جانب وما هي بميتة، وتحتاج إلى من يعني يتعاطف معها ويتضامن معها ويحس بألمها ويحول ألمها إلى أمل. فهذه يعني لا يمكننا يعني جلب أعضاء بشرية إلا بالتبرع بها، خاصة للذي هو يعني مات موتا دماغيا ويمكن الاستفادة بأعضائه، فكيف له أن يؤثر التراب وأن يؤثر الديدان على أن ينتفع بها أخاه المسلم. زرع الأعضاء البشرية ونشر هذه الثقافة هو نشر لثقافة الحياة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة لم يستطع إلا أن يغرسها فليفعل، يعني ولو تقوم القيامة وتزول الدنيا الإنسان يعني يسعى إلى ماذا؟ إلى الغرس، إلى التعمير، إلى الإحياء، لا إلى الهدم. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. عظيم هذا اليوم اللي يتعلق بدور الإعلام والاتصال في التحسيس بمشاكل زرع الأعضاء، هو يعني يقوم بدوره الطبيعي اولا في انه في التفتح على المحيط المهني، في تمكين الطلبه نتاعه من انهم يعني يقدموا امكاناتهم ويقدموا قدراتهم من خلال يعني فعاليات يعني تكون عندها مهمه وتكون بالشراكه مع المحيط. اليوم هذا هو يندرج في اطار يعني تحضير مشروع تخرج لطالبة مختصة في الاتصال الصحي، كان التعاون مع يعني مركز زرع الأعضاء يعني مهم جدا، وكان معناها تعاون إيجابي سبق من قبل من خلال بعض أعمال الطلبة ومن خلال بعض مشاريع التخرج، وهذه أول مرة معناها نظموا يوم كامل تكون فيه مداخلات متعدة، ويكون الهدف هو أنه كيف ندفع بعملية زرع الأعضاء في تونس.